السلام عليكم يا جماعتي، مرحبا بكم بهذا الفيديو الجديد. شوفوا انا دائما بحكي لكم عن قصة الناس كيف بتعاملوا معي او قصة المغاربة كيف بتعاملوا معي انا كفلسطيني عايشين في المغرب، ولكن هذا الفيديو خصيصا لاصحابي المغاربة اللي بتابعوني. كثير ناس بحكوا لي نفسنا نتعرف على عائلتك ونفسنا نتعرف عليهم، يعني تحكي لنا عنهم كيف عايشين والاشياء دي كامله. فهذا الفيديو بيحكي عن عائلتي، حابب اعرفكم على اكتر عائلة عاشت حياتي مكفسة على وجه البشرية، اكتر عائلة حياتي دازت عليها مكفسة وعرفتوها ورا الزهر الزهر، وكان كيتفرق على الناس جات لعندنا وقف. منين نبدأ؟ من الوليد. الوليد عاد داز حياته كاملة في معاناة، داز حياته كاملة في تمارة، ما خلى مدار غير باش يشوف ولاده كيكبروا حداه وكيكبروا وكيتعتمدوا على راسهم. بدأ الوليد كيخدم عامل في واحدة الشركة ديال المصاعد ديال الأسانسيرات، مورها قدم الوظيفة لسائق إسعاف في قطاع غزة، وحاليا هو مسؤول سائقين إسعاف في مستشفى الأندلسية، مستشفى الأندونيسي في قطاع غزة. هذا هو الوليد. الوليد عاش حياته كاملة كيف بده يربي ولاده بحال أي أب على طريق العالم، ولكن معاناة كان دايزة عنده نغزة. والوليدة مسكينة خوتي دوقع الجهد اللي فيها، قاعد الجهد اللي فيها، يعني اي حاجة اللي كنت عندها شي صحة ولا شي حاجة سلاوة ليها سليناها ليها انا واخوتي صراحة، راه عندها ستدي الدراري ودرية. قبل ما نفصلكم في خوتي بغي نقول لكم واحد لعيبة. الوليد من الديبار كان نفسه في بنت، من الديبار نهار تزوج كان نفسه في بنت. جا عند امي واش تحملي؟ اها نحمل، يلا زيد. ولد جاء الاول، ولد محمد. محمد مسكين من المليوع الدنيا، هو مريض في عينيه، ديما عنده ضعف نظر في عينيه. والوليد والوليدة حياتهم كامله قضوها وكاع مصاريفهم وكاع اي فلوس كيدخل عليهم غير كيخسروا على محمد، يخدموا لي عمليات في عينيه ويشتغلوا لي عينيه وزراعه قرنيه ما قرنيه، تو مسكين عايش حياتهم كفسه. هذا الاول. جاء امي مازال باغي بنت، نزيدو؟ قلت لي نزيدو. جاء فهد، فهد كبر بحاله بحال اي شاب، خلص توجيهي يلا حدرس الجامعة، فجأة مرض من اللي دي ناس بطار وحللنا لقينا عنده للأسف مرض الكانسر اللي هو السرطان. الله يشفي الله يشفي ويقوي فهد. فهد بالذات عرفتوا اخوان شحال صعيب انك تعاني من الكيماوي ومن السرطان والأدوية، كل يوم أدوية ومرض خيب 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 بزاف اخوان، فعانا معه بزاف فهد صراحة هذا المرض. أبر هذا الشيء اجري على تحويلة باش تمشي تتعالج في الأردن، ولا تمشي تتعالج في الداخل المحتل، ولا تمشي تتعالج برا، وعذاب السفر وانت مريض والسرطان كامل يمكن عارفوا ايش حال السرطان كيدوز صعيب على كل حدا. هذا فهد. مورا فهد جاء الوليد، شنو بغينا درية؟ قالت لي يلا سير. جاء فادي. فادي أخوي الحمد لله متزاد، لا عنده مرض لا اي حاجه، ولكن ملي بدا كيكبر شويه لقى الوليد ديالي كيضرب تماره وكيتعب بزاف، يعني كيتمحن بزاف غير باش يداوي خوتي بجوج فهد، يعني غير باش يداوي خوتي مثلا محمد مورا فهد. فشنو دار؟ حبس من القرايه، كان وصل نيفو باك وكان غادي مزيان، حبس من القرايه ومشى كيخدم في الاسانسور في الاسانسير او المصاعد لحتى يعاون الوليد على علاج خوتي. هذا فادي توا عايش حياته مكفس، وتال دابا مسكين رفاش كتكون ديما كتخدم في دوك الخدمات قال يديك من هنايا كيمرضوا هاد اليدين، ديما خاصك دير عمليه توسع العصب من هنا. توا محن ومكمل على التماره ديال الوليد. دابا بثلاثه اللي قلت لكم راه مجوجين دابا كلهم عندهم ولادهم الله يحميهم. انا كنقول لكم عا كيفاش خاصك تجي من الدبار. مورا فادي الوليد بغى دريه، مازال عنده حلم، صافي عنده باغي بنت. اجي جا احمد. احمد اخويا واعز صاحب عندي، عزيز علي ودائما هو فهمني لانه يجينا على راس بعض. تا هو برضه نفس المول ديال فادي، كبر شويه لقى اخوي وابوي مكاتلين لحتى بس يعالجوا محمد وفهد في ادويتهم وعلاجاتهم والاشياء هذه، فقال والو انا حبس انا من القرايه ونمشي نخدم ونعاون الوليد. توح بس من القراية ومشاك يخدم في الطاقة الشمسية حاليا. هذا أحمد الله يحميه الله يحميهم. تلدب أنا كنقول لك محمد فهد فادي أحمد، هذول بربعة الله يحميهم ويقويهم يا رب، راهم عزاز علي، بموت عليهم بموت عليهم، أخواتي وما عارفين أدلي شي كامل.
مور احمد مين اجا؟ الوليد بده دريه. مين اجا؟ جيت انا الاخوان. جسمع جيت انا، انا كبرت قريت شديت الباك بديت كنقرف لفاك، ولكن عندي مصاريف ديال الجامعه في غزه، عندي مصاريف ديال قرايتي، عندي كذا كذا، والوليد عم محل مع خوتي، ويعني الله اللي عالم بالحال، ومشاكل الدنيا كلها فوق راسي. شنو قلت؟ قلت غادي نسافر، قلت غادي نسافر اقل ما فيها الا سافرت وبقيت برا البلاد، نيت نخدم تانا ونعاون اهلي كذا على المشاكل اللي كدوز عليهم والاشياء هذه. قصتي مع السفر حكي لكم بسرعه، بدي احكي لكم قصه خوتي. انا يا اخوان لما اجت لي فيزا على المغرب ما ودعتش اهلي صراحه، ما ودعتش ابوي وامي، يعني بس سلام عادي، لانه ما كنت متخيل انه ممكن اصل المغرب، لانه ازمه المعابر بس الناس اللي بتسافر من قطاع غزه بتعرف مشكله المعابر، بتعرف انه دائما المعبر دائما مسدود ودائما في مشاكل على المعبر ودائما تمحان ودائما روين، والله اللي عالم بيها الاخوان. هذه السيره كانت مرضني، سيره السفر كانت مرضني، وانا نفسي امشي عندهم زياره واشوف اهلي، ولكن بسبب الازمه تاعت المعابر وبسبب هذه الازمه كامله هي اللي مخوفاني ومخلينيش نمشي. فنون قررت انه اسافر لحتى اساعد اهلي، ولحتى لان انتم كتشوفوا العام الاول الثاني الثالث الرابع وانا داخل في الخامس، ومازال ما درتش ليهم داك الشيء اللي باغيين، مازال ما وقفتش معهم، مازال ما حققتش ليهم دوك الامال اللي كيطمحوها فيا، ولكن كنبشرهم انه جاي الخير، وباذن الله باذن الله ربنا هيعاونني وهيوقف معي لحتى اعوضهم عن كل دقيقه تعبوا فيها، وبالذات ابوي وامي. يعني انا كثير نفسي اعوض ابوي وامي عن كل دقيقه تعبوها، نفسي فين ما يمشوا في اي مكان في العالم يقولوا هذا ابني، ابن محمود هو اللي فرحنا، هو اللي عيشنا، هو اللي عوضنا عن كل المشاكل اللي دز عليهم. بغيتكم تدعوا معهم الاخوان بزاف، ان الله يسهل عليهم ويفك مشاكلهم. هذه قصتي انا بالزربه، حكيت لكم لانه جاي مرايا. مرايا مين اجا؟ اجا مرايا الوليد برضه لسه مازال بده دريه. اجا فارس دري اللي هو نمره 6 خوتي. فارس تزاد كيحماق على شي حاجه اسمها كره القدم، الجمباز، الباركور، كيموت على الحوايج بثلاثه. تو مسكين ما كملش قرايته وحبس من القرايه غير باش يخدم، وعلى فكره راه يمكن قليل جدا باش كنقول لكم انه كاينين شي ناس كيحبسوا من قرايتهم في قطاع غزه، ولكن اهل الاغلبيه في خوتي ما كملوش قرايتهم غير باش يعاونوا ابوي وامي، غير باش يعاونوهم في مصاريف الدار، غير باش يعاونوهم بالمشاكل، لانكم انتم ما عارفينش شحال صعيبه. قال ما في الا كان عندك عمري واحد عنده كانسر ما غتعرفوش شحال كيخسر فلوس، فبالسيف كل شيء خاصو يخدم ويعاون لحتى ما يحتاجوا حدا. واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش عليا، انا ملي تزديت الاخوان كانت عندي مشكله في عين الشمال، كنت احول كيفاش كيقولوا هادي، انا نقول لكم كيفاش كنت بحال هكا، هاد عندي ما داخل الداخل، وكانوا كيتنمروا عليه بزاف في المدارس، وكان كيأثر عليه بزاف هاد الشيء، ديما كيضحكوا عليا كيقولوا احول احول الكلب احول احول. كانت مرضاني في حياتي، فكنت احول تلوريد الوليد عانوا معي بهاد الشيء، ادويه ومشي عند طبيب العينين وكذا وكذا، وهنا 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 في الاخر قررت واحد القرار انا والوليد والوليده. كنت كنقرا في السابع، يعني في السابع الاولى اعدادي، ما عرفتش شنو كتسموه في المغرب، كنت كنقرا في هاد الشيء، قررت ندير عمليه مع انه نسبه النجاح ديالها قليله، ولكن قلت والو واخا نتعمى باغي ندير هاد العمليه، وبالفعل درتها والحمد لله رجعوا عليا كيف ما كتشوفوهم دابا، احلى عينين كاينين في العالم ما سقيش، ولكن الحمد لله نجحت العمليه وتنت من هاد المشكله. نرجع لموضوع فارس. فارس صوح بس من قريته وخدم مع احمد اخوي في الطاقه الشمسيه لحتى بس يدخلوا مصاريف على الدار، لحتى بس يتفكوا من المشاكل اللي بيدوزوا فيها اللي الله اللي عالم بيها. هذا فارس. مورا فارس الولد قال صافي، وقال ما غتجينيش دريه صافي، بارك عليه ست دراري مع بزاف صافي ما بغيت والو. فجاه الوليده حملت، وتخيلوا دابا الوليده حملت بوحده فجاه، زعما ماشي بوحده راه المهم زعما ما كانوش معولين على ديك الحماله الاخوان، وهنيونا قبل ما نخرجوا شي هضره لديك الشيء. حملت الوليده نهار مشات تشوف تفحص تشوف شنو كان في كرشها، لقات بنت هديل وتمحنات بزاف في الحبالة ديالها لدرجة أن نصحوها تهبط في كرشها، ولكن الوالدة قالت والو والله ما نهبط واخا نعرف راسي غنموت، وتزادت عندنا أجمل بنوتة في العالم هدولتي أختي الصغيرة.
تخيلوا شحال كان فرحة وليد والوليدة في هذه البنت، واحنا كملين فرحتنا بانه عندنا اخت، ولكن هذه الدرية اكثر واحدة انظلمت في حياتها. وتخيلوا تكوني انت بنت عايشة بين 6 دراري، وهذو 6 دراري كي ياكلوا حمير في الماكل، يعني شتى تحط تمثيل مشيتي خلاص، فولات عايشة معنا ولات حربية بحالنا هي مسكينة. ف وكمان ظلمات ان نجات وسط الدراري ما كانش عندها اخت اللي تلعب معها، اقل ما في احنا كاملين ما قديش نوفروا ليها ديك المتطلبات ديالها، نشروا ليها الكاد ونتهلاو فيها بما ان الدري الوحيده، لانه الله اللي عالم بمشاكل كل واحد اخو، ما نكذبش عليكم راه محنين راه ها كاين عندنا في الدار. المهم هاد البنت انظلمات بزاف وكبرات، والوالده كانت كتحيد منها، يعني شي حاجه كتكون دايرينها المصروف الدار كانت كتقطع منها لحتى تجيب لي هذاك الشيء اللي خاصه لحتى تطلع فيها. انا حنا وخوتي اللي في جهدنا كنديروا، واخا ما كنا كنديروا والو، ولكن كنا كنحاولوا لحتى ما يخصها شي حاجه، ولحتى تحس انه عندها خوت رجال ماشي شمايت كيفاش كنقولوها في الدريجه. وكبرت هذه البنت وهذا العام يلا صلت الباك، مازال كنتسناو في النتائج ديالها، يا رب تنجحها وتفرح والديا فيها. هذه قصتنا، هذه قصه الوليد وخوتي. كنبغي نشكرهم بزاف على كل شيء داروا معنا، بالذات الوليد محم بزاف مسكين وقصى بزاف. توحشته الصراحة تاري أخوان، توحشت الصراحة، ما كرهتش نتجمع مع بعض، ما كرهتش هيك ترجع الحياة كيف كانت وخوتي كيتنططوا حدايا، ولكن يعني نفسي أجيبهم عندي هيك حتى أنا كامل نعيش مع بعض وعوضهم عن كل إشي، عوضهم عن كل إشي ضاع منهم الصراحة يعني أنا، ولكن ما في اليد حيلة. كنت من ربنا تاني سهل علي، بخص بخير. والوليدة حبيبتي أم محمد دي اشتقت لها بزاف، مرة مكافحة تعبت كثير ما خلت مدارت لحتى تشوف ولادها عايشين بخير، كان افتخر بيهم بزاف. أنا ما بغيش نبكي الأخوان، كان حاول بجد ما أقدر ما بكيش، حتى عشان أبغي ندريك مع قصة ضحككم ماشي تبكيكم، كان بغي نعود لكم عبد الحب ماشي بشي حاجة، ما بغيش نبكي الصراحة، ولكن كان افتخر بالوالد ديالي وبالوليدة، كان قول لهم ما تخافوش ابنكم مازال عايش، ويجي واحد نهار وقد نعوضكم عن كل اشي ضاع، ونخليكم تفتخروا فيه وتفرحوا وتنزلوا راسكم في السماء وتقولوا هو مولادي، ما تخافوش، ما تخافش يا ابو يوم، عندك 6 رجال ماشي دراري، 6 رجال، وخد محنت معهم وخعيد، ولكن انت كتشوف دابا كاملين كل واحد دار أسرة، محمد جوج، فهد مجوج عنده دراري، ومحمد عنده ولاده، فهد عنده ولاده، وأحمد متجوج ضايل أنا وفارس، فما تخافش ولادك رجال يا بابا، بإذن الله هتفتخر فينا، بإذن الله هذا وعد مني إلك. هيجي واحد نهار وأذكرك بهذا الفيديو وأقول لك عقلت فاش قلت ليك إنه هعوضك عن كل إشي، بإذن الله وبإذن الله وبإذن الله. أنا ما حدنا عايش في الدنيا غاد نعوضكم عن كل شيء اخواننا، غاد نحبس هذا الفيديو لانه لو كنت كنهضر واحد شويه غاد نوض ما غنتعصب، لو كنت كنهضر واحد شويه فغاد نحبس هذا الفيديو هنايا. لو وصلت هذه النقطه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وخلوا الاحسن الكومنت بزاف، حاولوا تقووا التفاعلات على الفيديوهات لحتى تطلع القناه اكثر واكثر. الانستغرام ديالي كان في صندوق الوصف والكومنتير. تحياتي لكم والسلام عليكم، كان معكم اخوكم الصغير والغزل.